أستاذ جمال، أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، تفضل تفضل بيت بيتك. أهلا وسهلا ست سمرة. أنت عايشة وحدك هنا، ما أريد أجيب لك حكاية، خلينا نروح للنادي مو أحسن؟ لا فوت، الله يخليك يا نادي، أنت ساكن بهاي المنطقة قبلي أصلا، وتدري كل واحد صار على نفس الباب وما حد يدري بأحد، أصلا العيون بالنادي أكثر من هنا. يعني أنت هيك رأيك؟ وأقاتل على موضح، تفضل. أهلا وسهلا. شرب. جمال الله يخليك، رح تفلش المطبخ فوق راسنا، خلي أجي أساعدك. ماكو داعي، خلصت. هذا الموجود. وش تجيبك؟ أنا أعرف هاي مو طاسة شوربة، بس هذا الموجود. كل شيء ما قلت، عاشت إيدك. بالعافية. عاشت إيدك، مبين كلش قوي بالشوربة. قلت لك أنا بطل عالم بالشوربة، بس مبين ما عجبتك. بصراحة هي مو طيبة، بس راح أكملها لأن ميتة من الجوع. شنو رأيك أدخلك دور الطبخ عندي؟ أطلعك أحسن شيف ببغداد. ما أقدر مع الأسف، لازم أخلص من شغل أستاذ عدنان اللي أبد ما يخلص، وبعدين أفكر بهالسوالف. بطنك قام توجعك من جديد؟ لا لا لا، أطمن. لا إيش فيك؟ يعني صار لي هواية عايشة وحدي من يوم بديت أشتغل بدبي لليوم. هيجي شردة اللحظة، حلو إن يكون هيجي البيت بيه ناس ويكون أحد وياك.